مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تيفي، ديال الملقب بالشمنطح وخوه اللي خربوا 12 سيارة. نوريكم الخسائر ديال السيارات اللي الناس كيطالبوا بالأمن في مجموعة واحد شارع أوف. يعني نحاولوا نقربكم سيارة بسيارة شنو وقع لها بالملقب بالشمنطح بوخو. راحوا مشاهدينا الكرام، يعني هادشي خطير، خصو يبقى لي القبض في اخر وقت. سلام. يعني هو الاخ ديالو خرجوا بالحجر وجنويه. طيب بقى جديد هذا الشركة. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، يعني اعتداء على 12 سيارة حمولة شي مجموعة واحد من طرف الملقب بالشمنطح. تعذب الناس بترسيم السيارات ديالهم. انا بلا ما جبتهاش ليا هنايا الطوموبيل ديالو ما جابهاش وكا ديال المراه هذه. ها الحجره، ها هي نوريك الحجره. ها الحجره، مشاهدينا الكرام، خاص يكون شويه ديال الامن في هذه المنطقه في سيدي عثمان حمول رشيد. يعني كاين واحد السيبه كبيره، كاين حتى تسيب كبير، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. باش تهرس جوج خوتي هرسوا 12 سياره، راه عيب وعار، عيب وعار.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.